يا صباح الفل، يا صباح الأمل، يا صباح التفاؤل، يا صباح كل حاجة حلوة بتقربنا من حلمنا، يا صباح الطاقة الإيجابية اللي بتخلينا نكمل ونوصل لأهدافنا ونوصل لأحلامنا. انتشار أو انحسار فيروس كورونا عن مصر، ده هيكون إزاي؟ ده هيكون من خلال حكم حضرتك، من خلال تصرفات حضرتك، من خلال الوعي المجتمعي. يعني إيه؟ يعني هما فترة معينة 15 يوم، إما انحسار لفيروس كورونا، وده اللي أنا متأكد منه من خلال وعي كل المصريين اللي بيسمعونا دلوقتي، أو للأسف الشديد انتشار وتفشي الفيروس لا قدر الله. طيب ده هيتكلم إزاي، أو ده هيكون إزاي، أو هنقدر نحكم على المعادلة الصعبة دي إزاي؟ من خلال زي ما قلت في البداية الوعي المجتمعي، ومن خلال تصرفاتنا وسلوكياتنا. كل إنسان دلوقتي للأسف الشديد في فترة الأزمات بيكون هو الحكم على نفسه، كل إنسان في فترة الأزمات بيكون هو القائد والمربي والموجه والناصح والحكم مرة تانية. في الصدد ده في مؤسسات كتيرة بتحاول تشوف العمالة الغير منتظمة وتشوف المتضرري من فيروس كورونا. من ضمن الجمعيات اللي عملت مجهود لا ينكر، من ضمن الجمعيات اللي عملت مجهود جبار في كفالة العمالة غير المنتظمة، وبتحاول وبتسعى جاهدة انها توفر كل سبل الراحة لاخواتنا والاهالينا المتضررين من القرارات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، كانت جمعية مصر لكل المصريين للأعمال الخيرية. هنخرج نشوف فيديو عملت ايه جمعية مصر لكل المصريين مع العمالة الغير منتظمة، ومساعدتها كانت عبارة عن ايه، ونرجع ناخد مداخلة مع الأستاذ مصطفى ندى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر لكل المصريين للأعمال الخيرية. ومعانا دلوقتي مداخلة هدفية مجهزينها لنا مع الأستاذ مصطفى ندى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر لكل المصريين للأعمال الخيرية. باشمهندس مصطفى صباح الخير. صباح الخير يا دكتور علي، أخبار حضرتك؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ عليك. الحمد لله بخير. الحمد لله. صباح يا الخير ريت حضرتك تسمعنا من التليفون وتعلي صوتك شوية. صباح الخير عليك وعلى مشاهدينك الكرام وعلى مصر كلها. عايز أعرف تفاصيل وكواليس الفيديو اللي شفناه قبل المداخلة. والله يا دكتور اولا يعني انا عندي كلمه لاهالينا، يا ريت نلتزم يا جماعه، الموضوع كبير وخطير، ويا ريت نلتزم بطرق الوقايه، واهمها عدم الخروج من البيت. صحيح. وربنا يعديها على خير يا رب. صحيح. والله يا دكتور برغم يعني كل التحذيرات من عدم الخروج والالتزام بالمنازل، فعندنا فريق عمل من اهل الخير قائمين على جمعيه مصر كل المصريين، بيحاولوا ان هم يلبوا يعني طلبات اهالينا في الصعيد وفي بعض القرى الفقيره. فبنتحرك بقوافل خيريه وقوافل سلع تموينيه لاهالينا في قرى الصعيد. صحيح. ويمكن الفيديو اللي حضرتك عرضته من شويه ده يعني في قريه قدايه، ده تبع اصفيح الصف. فالحمد لله يعني احنا بنحاول ان احنا نلبي طلبات اهالينا، عندنا حالات كتير جدا في قرى كتيره جدا متضرره من موضوع السيول. والحمد لله الجمعيه يعني ما يعني لا تترك في جهدها جهدي يعني. طيب عايز اعرف من حضرتك التمويل منين، او احنا بنقدر نساعد اهالينا من العماله غير المنتظمه من متضرري فيروس كورونا ازاي؟ الدعم جاي منين؟ اولا والله قبل ما اقول لحضرتك يعني الفيديو اللي حضرتك دوت يعني ان شاء الله كان يوم الجمعه اللي فاتت، الحمد لله احنا قدرنا ان احنا نوزع مش اقل من 350 شنطه سلع، وده كان في بعض القرى في اصفيح والصف على اهالينا. صحيح. وعلى الاسر المعيله. تمام. الحمد لله طبعا بنقدر ان احنا طبعا نوصل لاهالينا، ونقدر نوصل للاسر المعيله، وبنقدر نوصل للاسر اللي اتضررت من موضوع السيول. في عندنا يعني مشكله خطيره جدا يا دكتور، وهي العماله المؤقته. والله يا دكتور يعني انا مش عايز اقول لحضرتك ان الاسبوع ده بس مش اقل من 2500 اسره بيتواصلوا معانا. تمام. والحمد لله احنا متواصلين، والحمد لله احنا حاليا بنجهز القوافل بتاعتنا، وهنطلع كل اسبوع ان شاء الله في قافله في قرى الصعيد واهالينا، وهنوصل ان شاء الله بفضل اهل الخير وبفضل الناس اللي بتساعدنا. ويا ريت يا دكتور والله يعني تسمح لي ان انا يعني ابلغ الناس. طيب قبل ما نبلغ الناس، عايز اسال حضرتك، لو انا دلوقتي حد من العماله غير المنتظمه او حد من متضرري فيروس كورونا وعايز اتواصل مع جمعيه مصر لكل المصريين، اتواصل ازاي؟ يا ريت تنزلوا الارقام. والله يا دكتور هم بيتواصلوا معانا حاليا. يا ريت تنزلوا الارقام، اتفضل. بيتواصلوا اهل يعني حاليا معانا من خلال ارقامنا ومن خلال صفحاتنا على الفيسبوك. ومش عايز اقول لك حضرتك يعني ان احنا فعلا في ازمه كبيره، ومن منبرك هذا جميل بناشد اهل مصر الكرام واهل الخير
ان احنا يعني محتاجين فعلا نقف مع بعض، يا ريت واخد بالك نظهر للعالم كله ان مصر تقدر تعدي اي محنة صحيح بتماسك شعبها ومساعدتنا لبعض. وبناشد اهل الخير يا جماعة، احنا صحيح عملنا شنطة، الشنطة دي يا دكتور ب 100 جنيه للفرد. تخيل يا دكتور ان 100 جنيه ممكن تكفل بيها فرد، صحيح او 500 جنيه بتكفل اسرة. صحيح والله يا دكتور احنا يعني انا بقالنا اكتر من اسبوع احنا ما بننامش، يعني صحيح جماعة الخير في القوامين على اعمال جمعية مصر 24 ساعة يوميا صحيح شغالين، بنتواصل وبنحاول ان احنا نجمع حالاتنا على قد ما نقدر. صحيح. طيب فيعني دلوقتي انا انا عايز بلاش. اعرف من حضرتك، اتفضل. انا لو اتصلت بجمعيه مصر كل المصريين دلوقتي، لو حد من المشاهدين اللي بيسمعونا دلوقتي، هل هيلاقي استجابه وهيلاقي فريق عمل بيتواصل معاه وهيلبوا له احتياجاته ورغباته؟ والله يا دكتور يمكن انت بتكلمني والتليفونات يعني ما كل يعني اقول لك ايه، الفريق عمل شغال يعني ما بينامش، اكتر تمام من 50 من 2500 حاله احنا مجمعينهم دلوقتي ومتواصلين معاهم وبنحضر، وان شاء الله احنا عندنا قافله خارجه بكره ان شاء الله. ان شاء الله. فانا بناشد اهالينا يا جماعه، الموضوع كبير والناس فعلا الناس دي غلابه، والناس فعلا دي ما عندهاش اي موارد، واحنا والله دلوقتي يعني بنجمع حالاتنا وبنستعد لقوافل الخير، وان شاء الله هنعدي، واحنا ان شاء الله قد المسؤوليه دي صحيح. ومصر ام الدنيا وقد الدنيا ان شاء الله. صحيح. شكرا جدا للاستاذ مصطفى ندى، رئيس مجلس اداره جمعيه مصر لكل المصريين للاعمال الخيريه، احد الجمعيات واحد مؤسسات المجتمع المدني اللي بدات تساعد متضرري فيروس كورونا، واللي بدات تساعد العماله غير المنتظمه المتضرره من الاجراءات اللي اتخذتها الدوله عن فيروس كورونا. دايما نساعد بعض، ودايما نقف جنب بعض، ودايما مصر ام الدنيا وهتكون قد الدنيا. مصر لكل المصريين، خيرها كتير، ملايين ملايين، قد الدنيا وزينه الدنيا، وبيا وبيك مش ناس تانيين. هنخرج فاصل ونرجع نستقبل ضيفنا العزيز المهندس طارق عبد الفتاح استشاري التدريب والتطوير، وهنتكلم عن التنمر الالكتروني. خليكم معانا.